أحمد الله، وصباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. يكون الطقس الصافي في العاصمة عمان خلال فترة الإفطار مع 31 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة حوالي 22% والرياح تكون معتدلة أسرع. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. إربد تسجل 38 إلى 25، المفرق 38 إلى 24، جرس 36 إلى 25، عجلون 37 إلى 24. المنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان 35 إلى 25، الزرقاء 37 إلى 24، البلقاء 39 إلى 27، البحر الميت 45 إلى 30، أما مأدبة 37 إلى 24. المنطقة الجنوبية الكرك 33 إلى 23، الطفيلة 35 إلى 26، معان 35 إلى 22، الشوبك 34 إلى 25، والعقبة 41 إلى 29. المنطقة الشرقية رويشد 37 إلى 21، الصفاوي 38 إلى 22، والأزرق 40 إلى 23. تابعونا في النشرات اللاحقة، وإلى اللقاء.